الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعتبر هو صاحب التواصل الدبلوماسي في الأزمة، عشان كده اتصل امبارح بالليل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلبه بأنه يوقف العملية العسكرية الروسية بشكل فوري، لأن روسيا هتعرض نفسها لعقوبات كبيرة جدا. الكريملين قال أن بوتين شرح أسباب التحركات العسكرية وأن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقوا على استمرار التواصل بينهم. الرئيس الأمريكي جو بايدن كتب على حسابه الرسمي على تويتر وقال إن العقوبات اللي فرضتها أمريكا بدأت تتحقق وتحقق تأثير في الاقتصاد الروسي، وقال شفنا تأثير ده على العملة الروسية اللي هبطت لأدنى مستوى ليها، وده غير إنه تم فرض عقوبات على بنوك روسيا لديها أصول بتريليون دولار. وكمان ظهر بايدن في خطاب لي وقال إن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الخاصة الروسية تعمل على تأمين إقليم دونباس كما تعمل على نزع السلاح منه. وشهد إقليم دونباس إجلاء نحو 113 ألف شخص من الإقليم إلى روسيا منذ 18 فبراير. كما أعلنت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية فقط في أوكرانيا. وكان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل قليل أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، وأن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في 4 صباحا بالتوقيت المحلي من فجر اليوم. وأضاف زيلينسكي الرئيس الأوكراني أن الضربات الروسية تستهدف كل من المواقع العسكرية والمدنية، وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت قبل قليل في أجواء العاصمة الأوكرانية كييف. وبمناسبة العقوبات، الاتحاد الأوروبي هو كمان وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. العقوبات دي بتستهدف قطاعات المال، الطاقة، النقل. وفي بيان للاتحاد الأوروبي لم يعلن عن نوعية العقوبات، لكنه وصفها بأنها هائلة وخطيرة، وقال إنها تتضمن تدابير لها علاقة بالسلع المدنية والعسكرية وإصدار التأشيرات. كمان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي قال إن طوكيو هتجمد الأصول في بعض البنوك الروسية. ووزير الصناعة الياباني قال في مؤتمر صحفي إن اليابان هتاخد خطوات سريعة للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود اللي ارتفعت بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.